أيوة سيدات السيدات وسادة، سعد الله مساءكم بخير وأهلا بكم ضمن هذه الجولة الإخبارية الجديدة من قناة العيون نبدأها بأبرز العالم على الموقف الفرنسي من الوحدة الترابية للمملكة والتأكيد على مغربية الصحراء زخم متواصل الدنمية الدولية التي تعرفها قضية الصحراء بفضل الدبلوماسية الملكية الحكيمة مشاريع تحلية مياه البحر حلول أساسية لمواجهة الجفاف بهدف تلبية احتياجات المتزايدة للساكنة من الماء الشرب والاستعمال الصناعي والفلاحي أحد الحلول المبتكرة والنموذج من الدخل فوزه على نظيره الأمريكي بنتيجة أربعة أهداف دون رد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني في المربع الذهبي اهلا بكم من جديد بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيسة الكونفدرالية لسويسرا سيدة فيولا مهرد ذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية البنين فخامة السيد باتريس تالون وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين توصل جلالة الملك ببرقيات تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء البلدان الشقيقة والصديقة نتابع. بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين توصل جلالته ببرقية تهنئة من السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين كما توصل جلالته ببرقية تهنئة من ولي عهد دولة الكويت صباح الحمد المبارك الصباح برقية تهنئة مماثلة توصل بها جلالة الملك من رئيس رومانيا كلاوس فيرنير يوحانيس كما توصل جلالته ببرقية تهنئة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين. برقية تهنئة توصل بها جلالة الملك من رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف. كما توصل جلالته ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية السيد تولام. وبرقية تهنئة أيضا من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. برقية تهنئة مماثلة من رئيس جمهورية البرتغال السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا. كما توصل جلالة الملك ببرقية تهنئة من رئيسة جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية السيدة سهلة ورقزودي. برقية تهنئة مماثلة من رئيس جمهورية صربيا السيد الكسندر فوتيتش. كما توصل جلالته ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية المانيا الاتحادية فخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير. برقية تهنئة من رئيس الجمهورية الايطالية السيد سيرجيو ماتاريلا. كما توصل جلالة الملك ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية اذربيجان السيد الهام علييف. وتوصل جلالته ببرقية تهنئة من رئيسة جمهورية سلوفينيا السيدة ناتاشا بيرك موسار كما توصل جلالته ببرقية تهنئة من سلطان بروناي صاحب الجلالة حاجي حسن بولقية وتوصل جلالة الملك ببرقية تهنئة بنفس المناسبة من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة السيدة سامية سولوه حسن وبرقيه تهنئه من رئيسه جمهوريه البيرو السيده دينا ارسيليا بولوراتي زيغارا. وبرقيه تهنئه من الامين العام لمنظمه الامم المتحده انطونيو غوتيريش. موقف فرنسا بالاعتراف والتاكيد على مغربيه الصحراء جاء انطلاقا من قناعه باريس بالروابط التاريخيه والقانونيه التي تربط الصحراء بالمملكه. وتسيد فعلي للدينامية الشاملة التي يقودها جلالة الملك في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية للمغرب ودول أفريقيا. تقرير لسارك بوجدور. إقرار فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه من يقين باريس بالخلفية التاريخية الفريدة وإطلاعه العميق على الملف من الناحيتين التاريخية والقانونية. بالاضافه الى ادراكها لشرعيه حقوق المغرب بشكل اكبر والثابته والمتجذره تاريخيا بقدر ما هذا الموقف الفرنسي ينتسب وينتمي إلى حق العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول فهو ذو بعد اتفاقي أيضا لأنه فرنسا من خلال هذا الموقف ألزمت نفسها بمجموعة من الإلزامات في مقدمتها أنها تتبنى هذا الموقف وطنيا ودوليا بمعنى أن هذا الموقف سيترجم في شبكة العلاقات الدولية والدبلوماسية لفرنسا لا على الفضاء المستوى الفضاء الأوروبي أو الأممي وبالتالي نتحدث عن موقف تاريخي موقف هام جدا سيشكل يعني صفحة جديده او سيفتح صفحه جديده في العلاقات المغربيه الفرنسيه وفي سيكون له ما بعده حتى في العلاقات المغربيه الاوروبيه ايضا حاضر ومستقبل الصحراء المغربيه يندرجان في اطار السياده المغربيه هكذا عبر قصر الاليزيه مؤكدا كذلك ثبت الموقف الفرنسي حول هذه القضيه المرتبطه بالامن القومي للمملكه وان باريس تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على مستويين الوطني والدولي قرار الرئيس الفرنسي هو قرار اكثر من اعتراف هو دعم للسياده المغربيه في الصحراء المغربيه اكثر من ذلك ان هذا القرار هو قرار مهيكل قانوني شرعي ورسمي صادر عن رئيس الدوله هذا القرار سيغير قواعد اللعبه لماذا لانه ياتي من دوله التي هي صاحبه حق الفيتو داخل مجلس الامن لها تاثير في الامم المتحده لها تاثير داخل الاتحاد الاوروبي ولها تاثير في العلاقات الثنائيه مع مجموعه من الدول جهود المغرب ومشاريعه الاستراتيجيه من اجل التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في اقاليمه الجنوبيه أقرت بها فرنسا والعالم أجمع عبر مشاريع التنمية وأوراش البناء المستمرة في ورش مفتوح برعاية ملكية سامية ما دفع رئيس الجمهورية الفرنسية للتعبير عن التزامه بأن تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية. فرنسا هي دولة فاعلة وفعالة على المستوى الدولي ثم أعتقد أنه من ناحية أخرى ستكون هناك تعزيز للتعاون المغربي الفرنسي على مستويات متعددة خاصة في المجال الاقتصادي وفرنسا أبدت استعدادا كبيرا وقويا لأن تكون مساهمة قوية في الاستثمار والتنمية الأقاليم الجنوبية ومواكبة التنمية التي يعرفها المغرب على مستوى أقاليمه الجنوبية سواء تعلق الأمر بتنمية هذه الأقاليم في حد ذاتها أو في الانعكاسات الاستراتيجية لهذه التنمية على المستوى القاري خاصة على مستوى القارة الإفريقية قرار فرنسا الجديد ليس ظرفيا او عرضيا بل قرار مهيكل وشرعي ومشروع كما ان هذا الموقف لم ياتي من فراغ بل يندرج في اطار استمراريه التزام فرنسا تجاه المغرب وقضيته العادله لوحدته الترابيه وتاكيد على الرؤيه المشتركه للبلدين واضفاء لنفس جديد للعلاقات الاستراتيجيه التي تجمع الرباط بباريس وحول الموقف الفرنسي إذا القضية الصحراء ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ الباحث في العلوم السياسية من جامعة القاضي عيادة سيد غالي الغيلاني سيد غالي الغيلاني أهلا بك الموقف الفرنسي إذا تكريس للزخم الذي تعرفه قضيه الصحراء الوحده الترابيه للمملكه وتواصل ايضا للديناميه الدوليه الداعمه لمغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي برايكم ما هي القيمه التي يكتسيها الموقف الفرنسي والسياق الذي جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم تحيه طيبه للجميع بخصوص السياق العام لهذا الموقف وهو قرار رئيس جمهوريه فرنسا بالاعتراف وتاييد سياده المملكه المغربيه على الصحراء اضافه الى اعتبار الحكم الذاتي هو الاطار الوحيد لتسويه هذا النزاع المفتعل الذي دام نصف قرن فالسياق يمكن الوقوف على السياق على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي فعلى المستوى الوطني جاء هذا الموقف على شكل قرار دبلوماسي تم تبليغه الى اعلى سلطه في البلاد وهو صاحب الجلاله بصفته رئيسا للدوله وهو الذي يرسم معالم السياسه الخارجيه بالنظر الى ان موقف فرنسا هو موقف للدوله الفرنسيه وبالتالي فإنه هذا الموقف سيتسم بالتبات ثم أن هذا القرار يأتي في إطار كما قلنا في إطار احتفال المغرب وتخليده بالذكرى الخمسة وعشرون على تربع صاحب الجلالة على عرش اسلافه المنعمين واحتفال المملكه المغربيه بعيد العرش المجيد وما يحمله من دلالات رمزيه ووطنيه خصوصا على المستوى الوحده الوطنيه والترابيه اما على المستوى الدولي فان موقف فرنسا يدخل ضمن الزخم الدبلوماسي وضمن المكتسبات الدبلوماسية العديدة التي ركمتها الدبلوماسية المغربية وفق الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة والتي حققت عدة انتصارات عديدة من بينها اعتراف أزيد من مئة دولة بمبادرة الحكم الذاتي كحل يتمتع بالجدية والمصداقية والواقعية ويرمي قدما نحو التسوية ثم أن أيضا فتح أزيد من ثلاثون دولة قنصلياتها بكل من العيون والداخلة وهذا يعتبر وفق اتفاقية فيينا العلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 اعترافا دبلوماسيا صريحا وتأييدا لسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية فأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فإن القيمة القانونية لهذا التأييد على ذكر هذا نعم على ذكر القنصليات التي تم فتحها مؤخرا، يعني كيف في رايكم كيف يمكن ان يعزز هذا الموقف التاريخي الحقائق التاريخيه والشرعيه والقانونيه لقضيه الوحده الترابيه للمملكه؟ نعم بالنسبه للاسس التاريخيه والقانونيه والشرعية فإن المملكة المغربية كما قلت ركمت عدة انتصارات وأيدت منذ قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي الذي اعترف بوجود روابط سيادة قانونية وشرعية ما بين السلاطين المملكة المغربية وقبائل الصحراء المغربية بالإضافة إلى أن قرارات مجلس الأمن متلاحقة التي تعتبر الحكم الذاتي حلا يتمتع بالجدية والمصداقية تحت السيادة المغربية. فبالرجوع إلى موقف فرنسا، ففرنسا كما يعلم الجميع هي دولة عضو دائم بمجلس الأمن، هي تمتلك حق النقد الدولي، هي عضو مؤثر في مجموعة أصدقاء الصحراء التي ترسم معالم ومشاريع القرارات الأممية. وهي ايضا دوله مؤثره وفاعله على المستوى الثنائي وعلى مستوى متعدد الاطراف وعلى مستوى منظمه الاتحاد الاوروبي وما تمثله من شراكه استراتيجيه بالنسبه للمملكه المغربيه فبالتالي فالمغرب المحصله هذا الموقف واعتراف قوى دوليه الولايات الامريكيه واسبانيا وفرنسا والمانيا ليس امرا اعتباطيا بل هو امر مبني على اسس قانونيه وشرعيه مبنيا على قرارات مجلس الامن التي تعتبر هذا النزاع هو ذات طبيعه قانونيه هو نزاع اقليمي يتعلق بعده دول وبالتالي فان مبدا الوحده الترابيه باعتباره مبدا اصيلا في ميثاق الامم المتحده هو مبدا اساسي وركيزي لا سيما ان نظام الحكم الذاتي باعتباره شكلا من الحكامه الترابيه يضمن الامن والاستقرار في المنطقه وكما نعرف ان مساله الامن والاستقرار اضحت هاجسا رئيسيا نعم لعده نعم قوى دوليه نعم سيد سيد غالي ابقى معي سوف اعود لك في سياق هذه النشرة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد وضع إشكالية الماء في قلب الأولويات الوطنية مقدما جعلته رؤية شاملة شاملة الأبعاد نحو تحقيق الأمن المائي ببلادنا خطاب العرش حمل منظورا ملكيا استراتيجيا واستشرافية لتدبير الموارد المائية وضمان استدامتها بالمملكة في المتابعة محمد تروزي وفردوس الحرش وجعلنا من الماء كل شيء حي آية كانت صلب الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد أزمة المياه محور رئيسي تناوله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فقد حرص جلالته على وضع خارطه لطريق تهم تدبيرا افضل لازمه المياه. وفتي نشدد على ضروره التنزيل الامثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي ساهم والحمد لله في التخفيف من حده الوضع المائي. ونظرا لتزايد الاحتياجات والاكراهات نلح على دورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء وتحديد هدف استراتيجي في كل ظروف والأحوال وهو ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين وتوفير 80% على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني قضية الماء تصدرت محاور خطاب العرش حيث أكد جلالة الملك أن بلادنا تواجه تحديات كبيرة متعلقة بالموارد المائية أمر أثر بشكل ملحوظ على الاحتياطات المائية، مما جعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا. في نفس السياق أكد حفظه الله على أهمية استكمال برامج بناء السدود، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، ودعا جلالته إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر. الامر الذي سيمكن بلادنا من تغطيه ازيد من نصف احتياجاتها من الماء الشروب بحلول سنه 2030 يدعو جلاله الملك الى اتخاذ عدد من الاجراءات الاستعجاليه والمبتكره والتي تستعمل التكنولوجيا الحديثه في مجال الماء طبعا كل ذلك يجب ان يتم في اطار يقول جلاله الملك التحس التنزيل الامثل للبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب 2020 2027 وفي اطار كذلك التحيه المستمر للسياسه العامه لبلادنا في مجال الماء. خطاب العرش شكل مناسبة ايضا لتاكيد صاحب الجلاله الملك محمد السادس على ضروره تطوير الصناعة وطنيه في مجال تحليه المياه. مبرزا جلالته الدور المهم لتكوين وتشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنجاز وصيانة محطات التحلية وإسهامها في الحد من تداعيات الظاهرة الخطاب الملكي السامي في الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين مناسبة للتشديد على دور الورش الملكي السامي الذي يهم تدبير المياه مبادرة استراتيجية أطلقها جلالة الملك لمواجهة ندرة المياه ذلك من خلال مجموعة من التدابير الاستباقية في إطار مخطط مكافحة أثر الجفاف وتوفير المياه الصالحة للشرب هذا وتمثل مشاريع تحلية مياه البحر حلولا أساسية لمواجهة الجفاف فتداعيات التغير المناخي على القطاع الفلاحي وتاثيره على النسيج الاجتماعي والاقتصادي جعل من المشاريع الرائده لتحليه مياه البحر بالمملكه بهدف تلبيه الاحتياجات المتزايده للساكنه من الماء الشروب والاستعمال الصناعي والفلاحي احد الحلول المبتكره، محطه تحليه مياه البحر بالداخل احد المشاريع الكبيره التي تشهدها الاقاليم الجنوبيه لتوفير المياه وخلق نشاط اقتصادي للمنطقه. بكاظمي ومحمد يداس. تعد محطة تحلية مياه البحر بالداخل أحد الحلول المبتكرة للتزويد بمياه الشرب إذ تعد من المشاريع ذات الطابع الاستراتيجية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تحقق السيادة المائية والأمن الغذائي يعد أيضا هذا المشروع نموذجا فيما يخص استعمال الطاقات المتجددة والاستدامة والإنتاجية لا في مجال الخضروات والسلاسل الأساسية بالنسبة للسوق الوطني محطة تحلية مياه البحر بجهة الداخل وادي الذهب لا نتحدث عن مشروع واحد ولكن نتحدث عن ثلاث مشاريع مندمجة الأول هو الخاص بمحطة تحلية مياه البحر والهدف منه هو ضمان استدامة الموارد المائية وعدم استنزاف الفرشة المائية الثاني الهدف منه هو خلق محطة توليد الطاقة الريحية لتشغيل المحطة الأولى وكذلك لضمان استدامة أنظمة الإنتاج المشروع الثالث هو شبكة الري اللي غادي تمكنا من خفض تكلفه الانتاج وبالتالي الرفع من مساحه المستغلات الفلاحيه بالجهه يندرج هذا المشروع الضخم في اطار النموذج التنموي الجديد الذي يهدف الى انشاء دائره سقويه جديده على مساحه 5200 هكتار في اطار انشاء محطه لتحليه مياه البحر تعمل بالطاقه الريحيه هذه الأراضي سيتم تذمينها عبر إنتاج البواكر والخضروات خاصة منها المنتجة داخل البيوت المغطاة وكذا زراعة أخرى ذات قيمة مضافة عالية وإنتاجية الأعلاف ومن المعلوم ايضا ان هذه الجهه اصبحت يعني قطب استثماري مهم وبالتالي هذه المشاريع المزمع يعني اجراتها على ارض الواقع ستحتاج بطبيعه الحال الى طاقه مائيه مهمه وبالتالي هذا المحطه التحليه ستوفر هذه الماده من جهه ومن جهه اخرى ستساهم في الحفاظ على الفرشه المائيه الباطنيه التي يعني اصبح يعني اصبحت لا تتجدد بفعل يعني قله التصرف التساقطات المطريه اذا هذا يعني رؤيه استباقيه من اجل حلحله المشكل ومن اجل يعني بعث الامل في نفوس يعني مستعملين هذه الماده الحيويه تمثل محطة تحلية مياه البحر بالداخل مكانة مهمة لضمان السيادة المائية وتحقيق أرقام نموذجية اقتصادية تتماشى مع طموحات المملكة، كونها ستزود الداخل ومناطق أخرى كبيرة بالمياه الصالحة للشرب، علاوة على المناطق الصناعية كميناء الداخل الأطلسي والأراضي الزراعية المجاورة. أعود لك ضيفي غالي الغيلاني الأستاذ الباحث في العلوم السياسية من جامعة القاضي عياد بمراكش يعني الشق بالاضافه الى الشق الدبلوماسي يبرز الشق التنموي والاقتصادي كما تابعنا ضمن الخطاب الملكي الذي اكد على اهميه الرؤيه الملكيه الاستراتيجيه في مجال الامن المائي ونعرف ان من المشاريع الرائده في هذا المجال محطات تحليه المياه من بينها مشروع الداخله وهي بوابة المغرب نحو أفريقيا، كيف سينعكس على التنمية الاقتصادية في هذه الجهة؟ بخصوص الرؤية الاستراتيجية التي رسمها صاحب الجلالة في مجال السياسات العمومية خصوصا ما يتعلق بتتمين الموارد المائية على اعتبار أن الموارد المائية الآن أصبحت في عالم العلاقات الدولية والصراعات الجيوسياسية أصبحت سلعة استراتيجية فوفق الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة على اعتبار أن صاحب الجلالة نقل المملكة المغربية من دولة السياسات العمومية إلى دولة الاستراتيجيات التي التي لديها نظرة استشرافية للإشكالات وتضع الحلول بالنظر إلى أن العالم الآن يضحى أضحى هذا العالم هناك صراع حول الموارد المائية هناك صراع حول الموارد الطاقية هناك صراع حول الموارد الغذائية لذلك فالمملكة المغربية وفق الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة جعلت من الأقاليم الجنوبية بالنظر إلى وجود نموذج تنموي وضعه ورسمه صاحب الجلالة سنة 2000 و هذا النموذج التربوي الذي سيجعل من الأقاليم الجنوبية جسرا ورابطا بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء بالنظر إلى أن هذه المنطقة اضحت منطقه ستلعب دور اساسي في تزويد لا لا سيما المملكه المغربيه وايضا الدول الاقليميه واوروبا وغيرها من الدول التي تحتاج الان الى موارد طاقيه الى ايضا ما يعرف بالامن الغذائي، لذلك فان تتمين الموارد المائيه اضحى مساله استراتيجيه بالنظر الى ان الجفاف وندره المياه هي اصبحت اشكاليه بنيويه ولم تعد اشكاليه موسميه. لذلك فصاحب الجلالة من خلال الخطب الملكية ومن خلال التوجيهات الملكية السامية رسم خارطة الطريق وجعل من الأقاليم الجنوبية هي منصة أساسية لتحقيق السيادة والأمن سواء على المستوى الطاقي أو على المستوى الغذائي أو على المستوى المعي طيب الخيار التنموي إذن خيار استراتيجي في الأقاليم الصحراوية، بفضل العناية المولوية السامية، كيف سيساهم الموقف الفرنسي في إعطاء زخم جديد لهذه الدينامية التنموية؟ فعلا الموقف الفرنسي ليس فقط تطور طبيعي لموقف فرنسا الداعم لسيادة المغرب ولمبادرة الحكم الذاتي بل هو موقف ينبني على مرجعية قانونية وشرعية وهي قرارات مجلس الأمن على اعتبار أن الأمم المتحدة هي الإطار الوحيد الذي يشرف على إدارة هذا الملف بالنظر إلى أن المملكة المغربية نجحت في تحييد منظمة الاتحاد الإفريقي وبالتالي فإن الموقف الفرنسي إذا تم النظر جيدا وتفكيك الرسالة التي توصل بها صاحب الجلالة من الرئيس الفرنسي فإن فرنسا تشيد ليس فقط تعتبر المغرب صديق بل شريك استراتيجي واحد اثنان اعتبرت أن الحكم الذاتي إطار وحيد لحل هذا النزاع ثم أنها أشادت بالمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة بالأقاليم الجنوبية وتلتزم فرنسا أيضا بالإنخراط في دعم هذه المشاريع لا سيما وان تقرير الامين العام للامم المتحده المرفوع الى مجلس الامن هو ايضا اشار الى المشاريع والجهود التي تبذلها المملكه المغربيه سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى, المستوى الاجتماعي لتنميه هذه الاقاليم وبالتالي رسم نموذج مغربي يمكن من خلاله ان يشكل نموذجا يحتدى به لغير ذلك من الدنيا. الدول التي تبحث عن الاستقرار والامن والتنميه. سيد غالي الغيلاني الاستاذ الباحث في العلوم السياسيه من جامعه القاضي عياد من مراكش. شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا لكم. وعبر جهه الداخل وادي أو جهه الداخل او السرد في اتجاه القاره الافريقيه وفي اتجاه نواكشوط استقبل رئيس الموريتانيه سيد محمد الشيخ الغزواني رئيس الحكومه سيد عزيز خنوش جاء هذا الاستقبال على اثر تمثيل السيد عزيز خنوش لصاحب الجلاله الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني لولايه ثانيه من خمس سنوات الرئيس الموريتاني عبر خلال هذا الاستقبال عن رغبته الاكيده في تعزيز العلاقات الاخويه بين البلدين ومواصله تنميتها وتطويرها بما يخدم مصلحه الشعبين الشقيقين وكلفه بتبليغ جلاله الملك تحياتي وتمنياتي للمملكه بمزيد من الازدهار تنفيذا للتعليمات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس القائد العلاء ورئيس اركان الحرب العامه للقوات المسلحه الملكيه تكفلت القوات الملكيه الجويه بتكوين الطيارين المستقبلين لفائده الخطوط المستقبليين لفائده الخطوط الملكيه المغربيه عددهم 138 متدربا ومتدربه تفاصيل اوفى في الربورتاج الثاني تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تكفلت القوات الملكية الجوية بتكوين الطيارين المستقبليين لفائدة الخطوط الملكية الجوية ويبلغ عددهم 138 متدرب ومتدربة حيث يتوزعون على أربع دفعات واليوم تنال الدفعة الأولى لهؤلاء الطيارين شرف تأدية القسم أمام صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى جانب الضباط المتخرجين من كبريات المعاهد والمدارس العسكرية والشبه عسكرية. نحن جد سعداء لتخرج أول فوج للطلبه الربابنه اللي تم تكوينهم في المدرسه الملكيه الجويه وهذه مناسبه باش نجد الشكر والامتنان لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي اعطى في 2020 التعليمات باش يتمكن الشباب المغربي من تكوين مجانا داخل المغرب كرباب الطائرات ومنذ ذلك الوقت قمنا بالتعبئه مع اداره الدفاع الوطني ومع القوات الملكيه الجويه باش نوضعوا منظومة لتكوين ربابنة الخطوط الملكية المغربية داخل المدرسة الملكية الجوية هؤلاء الطيارون اجتازوا بنجاح مسار التكوين على مدى 42 شهرا تحت تأطير المدرسة الملكية الجوية حيث تبع هؤلاء الطيارون تكوينا عسكريا ورياضيا بالموازاة مع تكوين علمي وتقني عبر ثلاث مراحل رئيسية التحقت بتكوين طيارين الخطوط الجوية سنة 2020 باش نحقق حلم الطفولة ديالي خصوصيا نتاع التكوين هذه المره هو انه كان مقرون بالتدريب العسكري من اجل التخرج كضابط احتياط مشبع بالقيم العسكريه من نزاهه وحب للوطن وتفاني ونكران للذات وقد قضى التلاميذ الطيارون بالمدرسة الملكية الجوية 18 شهراً على مرحلتين حيث تضم المرحلة الأولى تكويناً عسكرياً مدته ثلاثة أشهر يرتكز أساساً على الانضباط وروح المسؤولية وتعزيز الحس الوطني لدى المتدربين والمتدربات. اليوم انتمي للفوج الاول لطياري الخطوط الجويه بحيث بعدما استكملت تكوينين التدريب النظري والتطبيقي بالمدرسه الجويه الملكيه. الفخر والاعتزاز والتميز هي الكلمات المناسبه التي تعبر عن شعوري وانا مرتديه هذا الزي. بالنسبه للمرحله الثانيه التي تمتد على 15 شهرا يتلقى خلالها الطيار المستقبلي مجموعه من الدروس النظريه في مجال الطيران تتوج باجتياز اختبارات تنظمها المديريه العامه للطيران المدني وفقا للمعايير المسطره من طرف المنظمه الدوليه للنقل الجوي المدني. مده التكوين النظري فهي سنة من خلالها تلاميذ كيتمكنوا من دراسة 13 وحدة نظرية من ما على سبيل المثال الأرصاد الجوية الملاحة القانون الجوي اللغة الإنجليزية إلى آخره في اطار التنسيق مع منظمه الطيران المدني الدولي من خلال السلطه الجويه المديريه العامه للطيران المدني، فان التكوين الذي اقدمه حاليا يلبي تماما متطلبات الخطوط الملكيه المغربيه من قبل السلطه الجويه سواء من حيث الجوده او من حيث الصرامه والخبره التي يقدمها جميع زملائي وانا كذلك. اما المرحلة الثالثة فهي موجهة للدروس التطبيقية بمركز تكوين طيار الخطوط الجوية ببن سليمان والحاصل على شهادة المطابقة لمسار التكوين من قبل المديرية العامة للطيران المدني والذي تم تأسيسه حصريا سنة 2020 لتكوين هؤلاء الطيارون المستقبليون كيضم هذا المبنى الرئيسي قاعدة دراسية تفاعلية مجهزة وغرفة للعمليات وأربع أجهزة للطيران التشبيهي ومبنى مخصص لكتلة إدارية التدريب بدا في الظروف اللي هي صعبه نظرا للجائحه والظروف اللي كان كيمر منها المجال ديال الطيران عامه ولكن بفضل تضافر جهود مختلف الاطر والضباط المدربين في المدرسه الملكيه الجويه والكفاءة العالية ديالهم إضافة للجودة ديال التدريب على المستوى النظري والتطبيقي، استطعنا ولله الحمد ان اجتياز جميع الاختبارات بنجاح يخضع هؤلاء المتدربون والمتدربات خلال 24 شهرًا لحصص تطبيقية على أجهزة المحاكاة وطائرات التدريب. خلال هذه الفترة، يجتاز المتدرب مجموعة من الاختبارات التطبيقية للطيران تؤهلهم لقيادة طائرة خاصة أو أخرى تجارية. تكوين نظري بمدرسة الملكية الجوية في مراكش التحقنا بالقاعدة الجوية للدعم العام في بن سليمان لإكمال المرحلة التطبيقية من هذا التكوين هذه المرحلة الهدف منها هو الحصول على إجازة الطيران الخاص ثم التجاري وأخيرا تأهيل للطيران بالآلات في هذا المركز والمساهمه في إعداد الجيل القادم من الطيارين، وأن أكون جزءًا فعالًا من واحد الفريق اللي كيسعى لضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة في الطيران. التكوين داخل المدرسة الملكية الجوية يخول لهؤلاء الطيارون مزاولة مهامهم بكل صدق وأمانة بالخطوط الملكية الجوية. وإن لزم الأمر تلبية نداء الوطن والدفاع عن حوزتهم بصفتهم ضباط احتياط في اطار الانشطه المخلده للذكرى ال 25 لتربع جلاله الملك محمد السادس على عرش اسلافه الميامين نظمت جمعيه نبض الحياه للتنميه الاجتماعيه والاقتصاديه مع عدد من الشركاء ندوه فكريه وطنيه حول موضوع ربع قرن من الهراش الملكيه تنميه كونيه رائده ووحده وطنيه متماسكه. الندوه عرفت مجموعه من المداخلات في هذا السياق تفاصيلها مع النعمه الداودي وابو ربع قرن من الاوراش الملكيه تنميه كونيه رائده ووحده وطنيه متماسكه عنوان الندوه الفكريه التي اطرها سله من الاساتذه والباحثين والتي تناولت مجموعه من الجلسات العلميه والعروض والمداخلات تطرقت في مجملها للمسارات الدبلوماسيه للمملكه المغربيه طوال ربع قرن من حكم جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده وكذلك الاحتفال بعيد العرش المجيد كتأكيد للتطلعات في تحقيق التنمية الشاملة لجميع القطاعات وتم أيضا التطرق للموقف الفرنسي الذي أكد أن لا حاضر ولا مستقبل للصحراء إلا في ظل السيادة المغربية جات الندوه بالمواكبة اليوم للحديث على مجموعة من النقط التي أثرها جلالة الملك الله في الخطابات ديالو واللي تتبقى دائما هي الخط والطريق والطريق الاصلح والصواب الذي يجب علينا جميع المغاربه كفاعلين مدنيين كفاعلين سياسيين كفاعلين اقتصاديين اتباع ذاك الخطوات ديالها لتنزيل هاته التوجيهات بالشكل الاصلح لما فيه الخير لهذا الوطن والمواطنين كان اليوم النشاط احتفال بذكرى عيد العرش الذكرى 25 لتربع صاحب الجلاله الملك محمد السادس على عرش اجداده المنعمين وكان احتفال اليوم الحمد لله احتفال الجمعيه بعد ولا بعض شيوخ والاعيان ديال اللي كان حضورهم جد مميز الوقوف على الإنجازات وتعزيز تطلعات المملكة المغربية في ظل التحولات العالمية الكبرى التي ميزت ربع قرن من العهد الجديد مناسبة لاستشراف المستقبل بكل ما يحمله من تطلعات ورهانات لجعل المغرب في موقف متقدم جدا افريقيا، اقليميا ودوليا. حضوري يتمثل في تدخل على شكل محاضرة للتعريف بما أنجز وما سينجز من منجزات بالأقاليم الجنوبية. علما أن هذه المنجزات لم تكن لتكون لولا وجود إمارة المؤمنين. وبالتالي فإن إمارة المؤمنين تقتضي الحديث عن البيعة وتقتضي تعيين العمال على الأقاليم الجنوبية وتقتضي الزيارات الملكية السامية إلى الأقاليم الجنوبية وتفعيل المخططات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية. وهنا لا أنسى بأنه سأتحدث هنا عن المنجزات التي تمت على المستوى الاقتصادي والتي هي في طريق الانجاز والتي ستؤدي ان شاء الله الى تطوير هذه الاقاليم الجنوبيه. مداخلتي تتمحور حول ربع قرن من البناء والتشييد والاصلاح الذي قام به جلاله الملك في خلال 25 سنه. ونحن الان نتواجد بمدينه العيون عاصمه الجنوب المغربي لنحتفل بهذا الحدث التاريخي الذي في الحقيقة يحمل حمولة تاريخية كبيرة بحضور أعيان مدينة العيون وأيضا تكريم هذه التلة من رجال الدولة الذين يستحقون أن يكرموا على المستوى الوطني الندوة عرفت مجموعة من التكريمات لشخصيات من الصحراء بصمت خلال مسارها الحافل على حب الوطن والتعلق بأهداب العرش العلوي المجيد تكريم جاء كتكريس لثقافة العرفان لشيوخ قدموا خدمات جليلة للوطن في الخبرية الرياضية المنتخب الوطني المغربي الأولمبي لكرة القدم تهل إلى الدور نصف النهائي في إنجاز تاريخي عقب فوزه على نظيره الأمريكي بنتيجة أربعة لصفر في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على أرضية ملعب حديقة الأمراء بباريس في الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم برسم الألعاب الأولمبية باريس 2024 ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الوطني المغربي في دوري نصف النهائي الاثنين المقبل الفائز من مباراة اليابان وإسبانيا تفاصيل مع محمد بن تركه. مباراه الخروج المباشر او الاست متواصله لكن ضمن جديد الصحف الصدر يوم غد في تقرير لسالك بوجدور. نستهل قراءتنا بجديد الصحفي من صحيفه المشعل وكتبت في عدد الصادر هذا الاسبوع عن انسان وتمرد واسع في صفوف تنظيم البوليساريو. وهذا ما كشفه محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان وذكر المتحدث بأنه قد تم تسجيل عملية عصيان وتمرده واسعة داخل ما يسمى بالناحية العسكرية الأولى في ميليشيا الجبهة الانفصالية حيث أن قرابة المئة عنصر مسلح أعلنوا عن تسليمهم لأسلحتهم والآليات العسكرية التي كانت في حوزتهم إلى جانب زيهم العسكري لما يسمى بوزارة دفاع جبهة البوليساريو الانفصالية بالرابوني ونقلا عن أحد المتمردين الذين طردوا مسؤولين فيما يسمى وزارة الدفاع بأن عملية العصيان شملت أزيد من ثمانين مقاتلا وثمانية عشر إطارا عسكريا جاء هذا التمرد بعد خوضهم لاعتصام مفتوح لأزيد من ثلاثة أشهر في مقر الناحية العسكرية بمعسكرات جبهة الانفصالية جاء هذا التمرد بعد خوضهم لاعتصام مفتوح لما يزيد عن ثلاثه اشهر في مقر الناحيه بمعسكرات الجبهه الانفصاليه بتندوف احتجاجا على تورط ما يسمى قائد الناحيه في شبهات فساد وبالتالي يعد انتقال الاحتقان الامني والاجتماعي لاوساط العناصر العسكريه للميليشيا الانفصاليه مؤشرا على تفكيك وانهيار الجهاز الامني للجبهه الانفصاليه. صحيفه هيسبريس الالكترونيه كتبت في اخر مستجداتها الاخباريه خرجت الأمم المتحدة لإبداء رأيها حول دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لنزاع الصحراء، مؤكدة أنها ستواصل بذل جهودها في هذا الملف تماشياً وقرارات مجلس الأمن. جاء ذلك على لسان ستيفان دوجاريك خلال إحاطة صحافية أول أمس الثلاثاء جواباً على سؤال صحفي حول تأثير الخطة الفرنسية على جهود الأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية. واتسعت خريطه داعمي السياده المغربيه بالاقاليم الجنوبيه داخل مجلس الامن لتصل الى عضوين امريكا وفرنسا وسط دعم اولي لمخطط الحكم الذاتي من الصين بريطانيا وحياد ايجابي لروسيا في مجمل عدد الدول ذات العضويه الدائمه وياتي تحيين خريطه داعمي السياده المغربيه بمجلس الامن في ظل غياب اي مؤشرات على بدء ستيفان دينستورا المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحده تنظيم سلسله من المفاوضات بين اطراف النزاع الاربعه الجزائر، المغرب، جبهه البوليساريو الانفصاليه وموريتانيا. صحيفة 360 الكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: شكل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس عام 2015 من مدينة العيون بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، شكل نقطة تحول هامة في تاريخ الصحراء المغربية. هذه الرؤية الملكية الثاقبة والحكيمة حملت في ثناياها كل معاني النماء والازدهار. وخلال الاسبوع الجاري يحتفل المغاربه ملكا وشعبا بالذكرى الخامسه والعشرين لاعتلاء جلاله الملك عرش اسلافه المنعمين وهي مناسبه لاستحضار ابرز محطات النجاح التي عاشها زال يعيشها اهل المملكه الشريفه في ظل حكم جلاله الملك محمد السادس ولعل ابرز هذه المحطات النموذج التنموي للاقاليم الجنوبيه بعدما اردنا الحديث عن هذا النموذج التنموي ستكون انطلاقه من الطريق السريع تجنيس الداخله ذلك المشروع الملكي الضخم الذي قاربت ميزانيته عشرة مليارات درهم ليربط وسط المملكه بجنوبها على طول 1055 كيلومتر وقد شكل هذا المشروع موضوع اتفاق شراكه جرى خلال شهر فبراير 2015 التوقيع بين ثلاث وزارات وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء انتقل إلى رحمة الله الفقيد حما والمحمد والبويات عن سن سبعة وتسعين سنة الفقيد ينتمي لقبيلة زرقيين القرح كما انتقل الى عفو الله تعالى المرحوم بالله عبد الودود والبريك عن سن تسعة وخمسين سنة الفقيد ينتمي لقبيلة يقوت يتحمو انتقلت إلى رحمة الله المرحومة تتو بريك منت العربي والبجمعة والرحل عن سن ستة وتسعين سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة يقوت يتحمو وانتقلت إلى رحمة الله الفقيدة جماعة منت محمد والبعلة عن سن 86 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة قبيلة ولاية درايل الحميدان وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة خيارهم من سيدة عن سن 80 سنة فقيدة تنتمي لقبيلة رقيبات السواع تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه والهم ذوي من الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجع اللحظة إلى الورقة الخاصة بحول الطقس والتوقعات غدا بحول الله اذ من المرتقب ان تبقى الاجواء حاره محليا بداخل المنطقه الجنوبيه درجات الحراره المتوقعه غدا ان شاء الله 28 بالرباط بباقي المناطق ستتباين درجات الحراره ستروح ما بين 27 بكل من سيديفني وكذلك بطرفايه 46 منتظرة بغليميم 31 بطنطان 40 بالعيون 30 ببوجدور 46 بصمارة 45 بالزاك 46 بأسا و45 أيضا منتظرة ببقرة 28 مرتقبة بالداخلة 40 بأوسر 29 بالقويرة و 46 بمدريك حالة البحر وعلو الموج على الساحل الأطلسي الجنوبي سيكون البحر هائج إلى قليل هجان ما بين متر إلى ثلاثة أمتار شروق الشمس غدا إن شاء الله على الساعة السابعة وتسعة عشر دقيقة والغروب على الساعة الثامنة 41 دقيقة. حالة الطقس بعض العواصم والمدن المجاورة 31 بن واكشوت 27 بين وادي 39 بإطار 43 بزويرات 46 منتظرة بجندور. والآن إلى تذكير بأبرز عناوين النشر. الموقف الفرنسي من الوحدة الترابية للمملكة والتأكيد على مغربية الصحراء الزخم المتواصل الدينامية الدولية التي تعرفها قضية الصحراء بفضل دبلوماسية الملكية الحكيم مشاريع تحلية مياه البحر حلول ناجحة أساسية لمواجهة الجفاف بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للساكنة من الماء الشرب. والاستعمال الصناعي والفلاحي أحد الحلول المبتكرة والنموذج من الداخل رياضيا المنتخب الوطني الاولمبي لكرة القدم يبصم على انجاز تاريخي ببلوغه الدور نصف النهائي للالعاب الاولمبيه عقب فوزه على نظيره الامريكي بنتيجه أربعة اهداف دون رد يضرب موعدا مع المنتخب الاسباني في المربع الذهبي تأتي النشاط الإخبارية إلى اللقاء